قامت إحدى الشركات الفرنسية باختراع تدفئة صديقة للبيئة تعمل على ما تولده محركات الحواسيب في الشركات والمنازل. كل التفاصيل مع زميلي بزاري من باريس. نتابع. في طريقة للتدفئة وتجنب التلوث البيئي في فصل الشتاء، قامت شركة التكنولوجيا الفرنسية هذه باختراع أسلوب تدفئة فريد، إذ يتم جمع الطاقة الحرارية التي تولدها الكمبيوترات أثناء عملها إن كانت في البيوت أو في الشركات، وتحويلها إلى طاقة حرارية نظيفة للتدفئة. يقوم التقنيون بتفعيل الحواسيب حسب طلب الشركات عن بعد لتوليد الطاقة، ليس فقط في فرنسا بل أيضا حول العالم، إذ يستفيد من هذه التقنية الفريدة سكان دول شمال أوروبا في فصل شتاء قارس إلى حد ما هذا العام. تحوي وحدات التدفئة هذه شاحنا للهاتف الذكي وكذلك شبكته الواي فاي. توجد داخل وحدة التدفئة هذه ثلاث وحدات حاسوب، وهي مصدر الحرارة الرئيسي لهذه التدفئة، تنتج الطاقة أو الحرارة حسب رغبة المستهلك، وهذا مبدأ الاقتصاد الرقمي، إذ نستغل نفايات البعض لتصبح مصدر طاقة البعض الآخر. منذ بضعة أسابيع تطور الشركة سخانات مياه تعمل بدورها على طاقة الحواسيب كذلك، إذ يمر الماء البارد في حلقة أنابيب موصولة بحواسيب مرتفعة الحرارة، فمحركاتها تعمل أثناء تسخين كمية الماء التي تعبرها. والطريف في الأمر أن كمية الماء هي ذاتها التي تسخن في دائرة مغلقة. Aujourd'hui, c'est les promoteurs immobiliers. نعمل مع شركات العقارات والبلديات والدوائر الحكومية في فرنسا، وكذلك المصانع والمسابح والتجمعات السكنية لتسويق منتجنا. تم ابتكار هذه الطريقة للتدفئة بمحض الصدفة قبل 10 أعوام، فمخترعها بول بنوا يملك 5 حواسيب، ما دفعه إلى الاستفادة من الطاقة التي تولدها تلك الحواسيب لتدفئة بيته الصغير في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية. ليث بزاري، العربية، باريس.